السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنحل تمام مسألة في بروجكت اويلر، فخليكم معايا. تمام، فالمسألة بتقول لك ايه؟ بتقول لك الرقم الكبير ده عبارة عن رقم مكون من 1000 رقم. تمام، فبيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انا جبت اربع اعداد ماشي من الرقم دولت ورا بعض ماشي متتاليين وضربتهم في بعض، فهيكون اكبر ناتج من حاصل الضرب ده هو القيمة ديت، 9 في 9 في 8 في 9 هيديك الرقم ده. تمام، فهو عايز يجيب مين بقى؟ هو عايز يجيب اكبر حاصل ضرب ل 13 عدد ورا بعض متتاليين. تمام، هو جه طبقها على 4، هو عايزها بقى على 13، 13 عدد ورا بعض اضربهم يدينا اكبر حاصل ضرب. تمام، فالفكره ان طبعا ايه الفكره، انا هجيب اول حاجه اقول له النمبر بيساوي التكست ده، انا هخليها تكست. طب ليه ما خليتوش نمبر او رقم كبير لوحده او انتجر والكلام ده كله؟ وعشان يبقى حتى سهل ان لما الواحد يبص عليه يفهمه او يقراه. تمام، انما لو انا خليته رقم هتلاقي ان البتاع الرقم طويل قوي قوي قوي، فيبقى يعني مش حاجه يعني ايه مش مستحبه كده، او حاجه وحشه لما تيجي تقرا الكود وتلاقي رقم طويل قوي كده يعني. تمام، فانا يعني ايه هخليه تكست وبعد كده هظبطه انا بحيث ان هو ايه اقدر اتعامل معاه. فاول حاجه انا هعمل له نمبر دوت ستريب. دوت ستريب دي معناه ان هو هيشيل المسافات الفاضيه اللي في الاول ديت والمسافات الفاضيه اللي في الاخر ديت هيشيلها. تمام، لو في اي مسافات في الفاضيه في النهايه او البدايه هيشيل. تمام، لو احنا جينا عرضنا بعد كده، طبعا هو كل سطر بيتكون من كام؟ من 50 رقم. تمام، كل سطر من عباره عن 50 رقم. طيب، فلو احنا جينا عرضنا اول 51 رقم هتلاقي ان الرقم 51 عبارة عن سلاش ان. سلاش ان دي اللي هو شبه مين؟ شبه زرار انتر على الكيبورد. ماشي، لما تتك على انتر على الكيبورد بينزلك السطر اللي بعده، فالسطر اللي بعده اللي هو عبارة عن سلاش ان. تمام، فانا عايز اشيل سلاش ان ديت، فهخلي كل سلاش ان ديت هغيرها واخليها مين مسافة ما فيهاش مسافات، هخليها يعني ايه كأني شلتها كده. تمام، لو احنا جينا عرضنا بقى اول 51 رقم، شوف الرقم اللي هيطلع لنا هيبقى عامل ازاي، هيبقى 4 3 4 نفس الرقم اللي فوقه وبعد كده 9. تعالى كده نطلع فوق اهو، اخره 3 4 وبعد كده 9 اهو. تمام، يبقى كده احنا شلنا ايه؟ شلنا اللي هو سلاش ان ديت، شلناها كده خلاص. يبقى كده كأن النمبر بتاعنا عبارة عن سطر واحد كامل كده. تمام، فانت كده يعني يبقى احنا كده ضربنا عصفورين بحجر واحد، ان انت لو انت جاي قرأته ككود تفهم ان ده رقم كبير جدا ماشي عن طريق عدد السطور الكتيره ديت وتقدر انت تفهمه. تمام، وفي نفس الوقت فهمنا الكمبيوتر ان ده عباره عن رقم واحد، مش مجموعه ارقام او مش مجموعه سطور، لا ده عباره عن سطر واحد بس، رقم واحد بس. تمام، بس كده. وبالتالي لما انت تيجي تطبع بقى تقول له لين النمبر ماشي هيديك 1000. لو انت جيت عملت لين النمبر قبل ما تعمل الخطوات ديت هتلاقيك هيديك 1000 وشويه، 1017 1020 في الحدود ديت كده. تمام، ويبقى كده احنا تمام اطمننا ان هو فعلا دي النمبر بتاعنا. تمام، طيب الفكره بقى ايه؟ الفكره ان انا هعمل حاجه اسمها لارجست مالتيبل، دي اللي هو مين اللي فيه اكبر حاصل ضرب. تمام، هيخليه بيساوي صفر، واللينس دي 13 اللي هو مين اللي هو العدد، يعني عدد الاعداد المتتابعه ورا بعضها. يعني انت عايز كام عدد ورا بعضه؟ انا عايز 13. في المثال اللي هو كان مديهولنا كان عامل 4 اعداد ورا بعضها، احنا عايزين نحسبها بالنسبه ل 13. تمام، وبعد كده هعمل فور لوب لحد عدد الارقام الموجوده عندي في الرقم. تمام، وبعد كده هخلي مين؟ هخلي المالتيبل دي اللي هو مين مالتيبل اللي جوه الفور لوب دي اللي هو حاصل ضرب الاعداد اللي هو 13 عدد. تمام، فهاجي هنا بقى هاجي هعمل فور لوب جوه الفور لوب عشان ايه؟ عشان اقدر اجيب ال 13 عدد بقى. تمام، وبعد كده ادي 13 عدد من اول رقم من اول الاي لحد الاي زائد اللينس. تمام، فلو مثلا عند الرقم اللي هو الاي مثلا بيساوي صفر، لو الاي مثلا بيساوي صفر فيبقى عند النمبر هنا من اول صفر لحد 13، فيدينا الارقام من صفر لحد 12 اللي هم اول 13 رقم. لو الاي بواحد يبقى من 1 لحد 14 فيدينا برضك 13 رقم، وهي الفكره في كده. وبعد كده في كل رقم هحوله الانتجر، عشان طبعا احنا بنتعامل مع تكست. تمام، كل دي تكست، فهحوله اول حاجه الانتجر وبعد كده ايه اضربه في المالتيبل اللي عندي. تمام، وبعد كده بقى اشوف لو كان المالتيبل اللي عندي اكبر من اللارجست مالتيبل هخلي اللارجست مالتيبل بيساوي المالتيبل اللي عندي. تمام، بس وبعد كده اعمل لهم ران بقى. فلو انت جيت عملت لهم ران اهو ما خدش حاجه في ساعتها، ادالك الرقم ده. تمام كده،
تمام. فيعني بسيطة خالص وما فيهاش أي حاجة. الفكرة كلها بس إن أنت مثلا إيه، حاجة من اتنين، يا إما تخلي مثلا النمبر ده عبارة عن سطر واحد كله ماشي وسترينج تمام، أو أنت تخليه مثلا شبه ما أنا عامله كده بحيث أنت تقدر تقراه بسهولة يعني، أو لو حد قرا الكود بتاعك يفهمه تمام. وبعد كده تعمل بس شوية الخطوات دي بحيث أنت إيه تفهم الكمبيوتر أنت عايز إيه بالظبط تمام. أنا برضك كنت عايز أعمله مثلا إيه اللي هو كانتجر اللي هو رقم عادي، بس لقيت ان انا هقسم على 10 وهرفع على الاس والكلام ده كده، فحسيت ان انا مرتاح اكتر مع الحل بتاع السترنج ده ماشي. بس فتعالى بقى نشوف الحل كده صح ولا غلط. فكده الحمد لله حل المسألة صح تمام كده الحمد لله تمام. بس فالمسألة بسيطة خالص ما فيهاش اي حاجة خالص. فيا رب يكون حل المسألة عجبكم واستفدتوا مني. ويا ريت لو لسه ما شاركتش معانا في القناة تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشاركه مع اصحابك. بشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.